اوفر فولتج اندر فولتج فانكشن. طبعا انت بتيجي هنا بتعمل الفانكشن بتاع الفولتج بروتكشن انيبل، فولتج بروتكشن انيبل، ساعتها تقدر تعمل اندر اوفر فولتج فانكشن. هنا الاندر فولتج وهنا الاوفر فولتج. الاندر فولتج فيس تو فيس اني فيس في الاوبريت مود وعايزه ديفينيت تايم، او عندك ديسيبل او دي اي دي ام تي، وعندك التايم بتاعه بيبقى 10 سكند دايما بس انا عامله 0 عشان نعمل بيك اب دروب اوف. وعندك هنا القيمه نفسها بتبقى 70 او 80 على حسب الفاينل سيتنج. وهنا الاوفر فولتج برضو نفس الشيء نفس السيتنج. في ملاحظه واحده بس، ان الاوفر فولتج ممكن يشتغل معاك الاندر لا، عشان لازم نعمل السوبرفيجن، تاخد بالك من الملاحظه دي، عشان يشتغل معاك اندر فولتج لازم تعمل هنا انديكيشن. هي كانت عامله لو عملتها بلوك مش هيشتغل معاك اندر فولتج، لازم تعملها انديكيشن. دي الملحوظه اللي في الفانكشن ديت، اعملها انديكيشن اللي هو ايه، لو اللي هي بتعمل بلوكينج لو للفانكشن بتاع الاندر فولتج، او حتى في الديستنس بتعمل ديستنس بلوك لو في الجهد قل جرادولي، او عن طريق ان الجهد بيقل في لوسز او اي شيء. فدلوقتي وصلنا الاوتبوت زي البي اس ال، البي اس ال زي الفانكشن بالظبط، اسم الفانكشن يعني اسمه في جريتر زين اللي هو الفولتج في اكبر من اللي هو اوفر فولتج، وهنا اندر فولتج. تمام، هنختبر بقى ونشوف. هنا الجهد المفروض اوفر فولتج على 75.05، تمام. يلا اندر فولتج ده ايه كده، اوفر فولتج اندر فولتج، انا عامل الاثنين على كونتاكت واحد. هيعمل عند 50.96 اللي هي 90% زي السيتنج، 51.9 مظبوط كده تمام زي السيتنج اللي عندي بالظبط 90% و 130% اللي بتخليني اقدر احسب النسبه دي الفي تي ريشيو. انا عامل 13.8 110 السكندري بتاعي ده الاندر فولتج في البي 142. هتشغل الفريكوانسي فانكشن ازاي؟ عندك اوفر فريكوانسي واندر فريكوانسي. في البي اس ال هتفتح بي اس ال وهتلاقي الادرس اللي هو 424 ده اندر فريكوانسي، وب 428 اوفر فريكوانسي. برضه هستخدمهم على نفس الاوتبوت اللي كان بيشغل اوفر كرنت ار 1 ده اللي هو عندي طرفين اثنين، هو ده تمام اللي هو اوتبوت نمبر 1 ده كده. البي اس ال هتبعته على كده، وفي الفريكوانسي هتلاقي في الكونفجريشن فانكشن اسمها فريكوانسي بروتكشن، هتعملها انيبل فريكوانسي بروتكشن. بعدين بعد ما تعملها انيبل هتلاقي لها قائمه تحت، هنا هتلاقي في جزء اسمه اندر فريكوانسي وفي جزء اسمه اوفر فريكوانسي. انا خدت اند جيت يحصل اندر يحصل اوفر هيقفل الكونتاكت ده، عملت الاندر فريكوانسي على 58 والاوفر فريكوانسي عملته على 61، وده التايم بتاعهم، ده التايم بتاع الاندر فريكوانسي وده التايم بتاع الاوفر فريكوانسي. هنبتدي نختبر ونشوف. الاندر فريكوانسي بتقلل انا طبعا عامله زي ما وريتك على السيتنج 58، فاقل من 58 هيقفل الكونتاكت زي ما هنشوف دلوقتي. تمام مظبوط جدا اهوت. يلا اعمل الاوفر، الاوفر فريكوانسي عامله على 61. طبعا الافضل نغير هنا بس تمام عند 61 هيعمل اوفر فريكوانسي، وهو ده طريقه اختبار الفريكوانسي بتاع الفانكشن على اي جهاز عموما يعني، بس الجهاز اللي معانا ده دي 142 تمام. ادي السيتنج اهوت 61 هرتز الاوفر والاندر 58 هرتز وبس.